أستاذ أبو أيمن حفظه الله. الصحة والعافية إن شاء الله. وقد رأيتموني وأنا أدخل وأنا أخرج وأنا لا أقوى على السير، وقد أتيت لأنني وعدت بأن آتي وأنا على حال من التعب، لا أكاد فيها أعي ما حولي من الأمور. تعرفوا أنه أروع شيء في هذا اليوم، أروع شيء الحقيقة اجتماعكم مع بعضكم البعض، هذا الاجتماع النادر الحدوث، هذه الانتفاضات العربية الإسلامية، هذه الثورات العربية الإسلامية جعلت الحياة تدب في قلوبنا وتدب في حياتنا نحن العرب والمسلمين على امتداد الأرض، ولولا ذلك لما كان مثل هذا اللقاء، وليس ذلك بكثير على هذه الثورات، فهذه الثورات لها أبعادها التي تتجاوز المحلية، تتجاوز القطرية، تتجاوز السياسة. يا أخواني، إنها تعيد بعث الحياة في العالم العربي والإسلامي ككل، ولا شك أننا سنرى لها آثارها البعيدة في مقبلات الأيام، وهذا الذي يجعل كثيرين يحاولون، يعني التغيير هو جزء لا بد منه، ولكن ما هي مآلات هذا التغيير؟ هنالك قوى كثيرة تريد أن تنحرف بهذا الأمر عن مجراه، وألا يكون لمصلحة تحرر المسلمين ووحدة المسلمين وتقدم المسلمين في مختلف المجالات. سمعنا غير قليل عن واقع العرب والمسلمين في هذه الأيام، واقع بائس على الصعيد القطري، بائس على الصعيد القومي العام، بائس على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد التنمية الإنسانية في كل الأقطار المختلفة. ومن أهم أسباب ذلك، أنا لا أود هنا أن أعدل، من أهم أسباب ذلك ألوان الحكم الدكتاتوري القائم في البلاد العربية والإسلامية. أنا قبل عشرات السنين تحدثت، أنا يعني كتبت مئات الصفحات في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، ولكن من قبل 40 سنة أو أكثر أؤكد على هذا المعنى. يا أخواني، كل الأنظمة القائمة في بلادنا العربية أنظمة ديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو ثورية أو كل شيء. نحن لا نملك حريتنا لا في أقطارنا ولا على المستوى الشامل. كان لابد من التغيير، لأن العالم العربي والإسلامي يغرق. العالم العربي والإسلامي هل الله أعطاه
من الميزات ما يؤهله ليكون قوة من أعظم القوى على الصعيد الدولي، نجد في مؤخرة الأمم والشعوب على كل صعيد من الصعيد السياسي الصعيد الاقتصادي. رغم هذه الثروات الطبيعية، العالم العربي له موقع جغرافي استثنائي، ثروات طبيعية كثيرة، سكان يتجاوزون 300 مليون، تاريخ حضاري عظيم حافز على كل صعيد. ومع ذلك كيف العالم العربي يتفتت، العالم العربي يتقهقر، العالم العربي صار بمؤخرة الشعوب في هذا العالم، وننحدر وننحدر لما هو أكثر. على مستوى العالم العربي ككل، ما في دولة عربية ما تزال لها سيادتها الوطنية أو القومية، التبعيات أصبحت قائمة. العالم العربي بدل ما يتكامل ويتوحد، تجدون الصراعات السخيفة جدا التي تنطلق من مصالح الأفراد، من مصالح الأسر الحاكمة سواء كانت ملكية أو جمهورية. كمان الجمهوريات لها أسرها المسيطرة الحاكمة كما تعلمون. انظروا بالنسبة لسوريا على سبيل المثال، نحن اللي نعيش خارج سوريا، والله إيش؟ بحيرة الأسد، مطار الأسد، ملتقى الأسد، ساحة الأسد، كل شيء أسد وأسد وأسد. أسد قد التهم هذا المجتمع على كل صعيد. طبعا الأسر الملكية هذا الأمر معروف، ولكن على كل الأصعدة الحقيقة الوضع سيء. الصراعات العربية هي لمصلحة الملوك والرؤساء ومصلحة المستغلين من الناس، وضد مصلحة العرب والمسلمين وهلاك للعرب والمسلمين. لذلك هذه الثورات التي انطلقت والتي انطلقت بصدق وإخلاص وعفوية، هذه الثورات التي تتجاوب مع بعضها البعض في شعاراتها. انظروا الشباب في تونس، الشباب في تونس، الشباب في مصر، الشباب في سوريا، تجدون أن هؤلاء الشباب يرددون نفس الشعارات. لماذا؟ لأن هذه الشعارات لا يمليها فرد، لا يمليها حزب، إنما يمليها واقع العرب والمسلمين الذي يرسم الشعارات ويرسم الطريق، هو هذا الواقع. فهي شعارات موضوعية تنطلق من حقائق الواقع وتنطلق من آمال المستقبل. هذه الآمال هي التي تحقق للعرب وحدتهم وتكاملهم وقوتهم على كل صعيد. لذلك القضية ليست قضية تونس وحدها، ليست قضية مصر وحدها، ليست قضية سورية، قضية صح مصير بلادنا القطري، ولكن مصير أمتنا الكبيرة، مصير العرب والمستقلمين للحاضر والمستقبل. لذلك بالحقيقة هي جديرة منا بكل التأييد تنطلق هذه الانتفاضات والثورات، وهنالك من يكيد لها أشد الكيد على الصعيد العالمي أيضا، وعلى صعد إقليمية وحتى على صعد محلي. فيجب أن نكون بغاية الوعي والرؤية للواقع حتى نجد الطريق الصحيح. وهذا أمر يا أخواني يعلمنا إياه الإسلام، يعلمنا إياه العلم والفكر. نحن المسلمين نتعلم من إسلامنا أنه العلم قائد العمل.
كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، لأن الإنسان قد يريد الخير ويصنع الشر. هذا أمر بغاية الأهمية، ونحن من الأشياء التي تعلمناها ونعلمها بمناسبات مختلفة. لما سئل الفضيل ابن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل ما هو أحسن العمل في قول الله هذا؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. يا أخواني أرجوكم، لأنه في بعض الأحيان بردود فعل عاطفية باندفاعات طيبة قد يرتكب الإنسان الأخطاء، أخطاء يمكن اجتنابها، وهذا أمر الواقع لا يجوز. أنا من الكلمات اللي تعجبني في قراءاتي في تليجرام، هذا وزير خارجية مشهور أيام نابليون وبعد أيام نابليون، يقول عن عمل من الأعمال: إنه أكبر من جريمة، إنه خطأ. لأنه أحياناً نحن نعيش في ألمانيا قرار خاطئ من هتلر أهلك قرابة 60 مليون من البشر وحطم. لذلك نحن وذاتنا نحن نحترم الاجتهاد، ولكن ممن هم أهل للاجتهاد نحن عندنا رجل أو عالم اجتهد فأصاب له أجران، ولا اجتهد فأخطأ له أجر، ولكن بعد معرفة وبعد تفكير. وإلا يا إخواني أحيانا عواطفنا الطيبة قد تدمر الأشياء الطيبة التي نريد أن تتحقق. ما دام تذكرت تليران، لماذا لا أتذكر نابليون؟ نابليون له كلمة جميلة بالحقيقة جدا، هي حصيلة تجربة. هذا الرجل لم يكن قائدا عسكريا كبيرا فقط، وإنما كان أيضا رجل صاحب رؤية للأمور المدنية وصاحب تأثير في مختلف مجالات الحياة. وهو إمبراطور فرنسا ومعظم أوروبا بفترة من الفترات يقول هذه الكلمة الرائعة، بترجم لنا إياها هيثم مناع: Le cœur d'un homme d'état doit être dans sa tête. يعني قلب رجل الدولة يجب أن يكون برأسه، يعني عاطفته، عواطفه، مشاعره يجب أن تمر من خلال علمه، من خلال فكره، حتى تحقق مقاصدها، وحتى لا تؤدي إلى دمار. Le cœur d'un homme d'état doit être dans sa tête. هذه قضية مهمة جدا، ونحن إسلامنا يعلمنا أن نكون منفتحين على عالمنا وعصرنا، منفتحين على الإنسانية ككل. وفي الحديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. ومعاذ بن جبل، أنا أخشى أنه ننتقل من شيء لشيء، يقول هذه الكلمة الرائعة: اقبلوا الحق من كل ما جاء من جاء به ولو كان كافرا أو فاجرا، وإياكم وزيغة الحكيم. مش والله على العمياء إذا واحد حكيم أهل الثقة أنه رأسا على الله، لأنه الحكيم قد يخطئ، قد يضعف في بعض الأحيان. اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان كافرا أو فاجرا، وإياكم وزيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟
قال إن على الحق نورا لكم عقول ولكم امتحنوا هذا القول الصواب حجته معه. فهذا يبقى أمر مهم لأنه نحن يا أخواني الآن لا نستطيع أن نفهم واقع بلد إلا ضمن إطاره الإقليمي وضمن إطاره العالمي. ما بنستطيع نفهم نحن إلا بنعرف واقع بلادنا ضمن إطار عالمنا. والله بنتشركل على عتبة بيتنا لأن العالم ارتبطت أطرافه ببعضه البعض. وأنا من الكلمات اللي تعجبني هنا أضرب صفحة عن ذلك لأنه الحديث ذو شجون يجر بعض البعض. ما بدي أتكلم من أول وجديد لأنه نحن ما شاء الله ما سمعناه رسم معالم رئيسية، ولكن أكثر من سؤال خلال الأيام عدد بدي أقول، وبعض هؤلاء من داخل بلادنا، لأنه من الأشياء اللي تقال واللي أشير إليها أنه النعمة الكبرى هو نعمة الاستقرار، نعمة الأمن، وهذه التحركات إنما تهدد الاستقرار، تهدد الأمن، تهدد أهم شيء في الحياة. فهذا الكلام الحقيقة بدأ يهز بعض الشباب. هذا كلام يعني شو بدي أقول، عم جاهل يكذب كل شيء من الأشياء. يا إخواني لا تصدقوا أبدا أن استقرارا يمكن أن ينبني على الظلم، وأن استقرارا يمكن أن يكون إلا على أساس من العدل. أما والله نحن نريد الاستقرار على أساس ظلم الشعب، على أساس هوان الشعب، على أساس حقوق. كيف يمكن أن يقوم استقرار من هذا القبيل؟ لا يقبل بحال من الأحوال. ومن أعجب ما يكون أنا أكثر من جهة سمعتها أو قرأتها تذكر بتخوفنا مما يسمى إيش الفوضى الخلاقة. فوضى الخلاقة إنه كنت ليزا رايس وأنتوا هذه الفوضى. هل يا أخواني لأقلكم شيء إنه هذا اللي يخوفون منه سنة من سنن الحياة. لما يكون هنالك الظلم، لما لا يكون عدل، هذا اللي يصنع الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة. من الكتاب الفرنسيين بالواقع اللي أحببتهم إيش اسمه هذا رومان رولان، هذا كاتب كبير له مواقف مشرفة، مات سنة 1944 ولد سنة 1866 مات ألف. له هذه الكلمة والله بس معليش إذا خربطت فيها سامحوني لأنه ما أدري. بيقول كان le corps et l'injustice, le désaccord est déjà un commencement de justice. يعني لما يكون النظام والاستقرار يقوم على الظلم، عند ذلك تصبح الفوضى بدء لقيام وضع جديد يمكن أن يتحقق به العدل. ونحن مثل ما قلنا الكلمة الحكمة ضالت المؤمن، قد تعلمنا من الغرب الكثير كما تعلمنا طبعا قبل ذلك مما عندنا الكثير. بيقولوا من مبادئ الجمهورية، من مبادئ الجمهورية القديمة في فرنسا
les citoyens préfèrent le désaccord à l'injustice. يعني المواطنون يفضلون الفوضى على الظلم على انعدام العدل. لذلك يا أخواني من سنن الحياة أنه إذا في ظلم أنه الناس في وقت ما لا بد أن ينتقضوا على هذا الظلم، وقد يكون فترة من الفوضى، ولكن من هم الذين صنعوا هذه الفوضى؟ هم الظالمون، الظالمون المغتصبون لحقوق الشعب. فإذا كانوا يخافون على بلادهم من الفوضى، أهلا وسهلا، لماذا لا تغيرون هذا الواقع الظالم وتمشون سلما وما في أحد إلا دعاهم لصنع هذا الأمر بطريق سلمي، ولكنهم لم يصنعوا. أنا في بمقياس المصالح الرخيصة بعذرهم، لأنه لو قامت الديمقراطية في بلادنا لا يستمرون في الحكم، رغم أنه نحن نتمنى، لا نريد لا انتقام من أحد، لا نريد إقصاء لأحد أبدا، ولذلك يتمسكون بالحكم ولو دمروا البلاد، لو دمروا حاضر البلاد ومستقبل البلاد وصنعوا ما صنعوا في درعا من الفظائع. الحكم في بلادنا كان فظيع حقيقة. وأنا ليش أحب أني أستشهد بناس لا يتهمون بعدائهم لأرباب النظام، يعني بعداء طائفي لأحد، وإن كانوا الحقيقة في حياتهم يغلب الجانب الوطني والجانب القومي. شاعر كبير لا يتهم بإعدائه لبعض من يقول، وهو يصور الحالة الموجودة، يقول نحن أسرى، وحين ضيم حمانا كاد يقضي من حزنه المأسور. ضيم حمانا، نحن بلادنا هزمنا هزيمة بعد هزيمة بعد هزيمة، وانتزعت أرضنا وغيره، ونحن لا نملك من هذا الأمر شيء، وإنما الحاكمون هم المسؤولون. نحن أسرى وحين ضيم حمانا كاد يقضي من حزنه المأسور، كل فرد من الرعية عبد، ومن البعث كل فرد أمير. نحن موتى وشر ما ابتدع الطغي، موتى على الدروب تسير. نحن موتى وإن غدونا ورحنا، والبيوت المزوقات قبور. نحن موتى يسر جار لجار مستريبا، متى يكون النشور؟ يا أخواني، كان النشور بحركة هؤلاء الشباب. أنا بدي أقول فيما يتعلق بقضية القيادة، القيادة ليست قضية نظرية، وجدت القيادة من خلال هؤلاء الشباب، وإلا ما كان قام شيء من الأشياء. وجدت القيادة وجودا فعليا، هذه القيادة كما قال أخي الدكتور مناع، هذه القيادة لم تصنعها أحزاب، لم تصنعها أفراد، من صنعها هؤلاء الشباب الذين ملكوا الإحساس بالظلم ورفض الظلم، ورأوا الطريق، وكان عندهم استعداد أن يدفعوا الثمن. لأنه بدي أقول لما تكون الأوضاع سيئة مثل بلادنا، الأوضاع فيها سيئة والخطر كبير من كل تحرك، الذي يستطيع أن يكون حرا هو الذي لا يبالي أن يموت من أجل حريته. تكبير الله.
أنا شوفوا ما بدي أخطب أو أحضر، يعني هذه دردشة أخوية فيما بيننا. تذكرت الآن أبيات للشاعر الألماني شيلر، وهو يصور أحوال قريبة من أحوالنا. بيقول: أنا بالواقع لهجتي قبيحة جداً، ها بدكم نسمع؟ والله لا أقول لا بعرف، قبيحة باللغة الفرنسية وقبيحة باللغة الألمانية. أوس دير فيلت دي أوس دير فيلت دي فراي هايت فر. والله أنا أنتوا صفقتوا نسيتوني الأيام. أوس دير فيلت دي فراي هايت فرشفوجن إست من زيت نور هيرن أنت كنشتي دي فالش هايت هيرشت دي هنتر نيست باي ديم فايج منشن جشلشتي إلى أن يقول دير ديم توت إنس جزيشت شاوين كان دير موتيجي ألاين Is der freie Mann. يعني يتحدث بصدق عن عصره، كيف اختفت فيه الحرية، ما عاد في حرية، كيف الناس تحولوا أن هنالك سادة وهنالك عبيد، عبيد حقيقة، والعبودية أشكال وألوان، العبودية السياسية، العبودية الاقتصادية، العبودية الاجتماعية. وبيقول كيف ملأ الحياة التزوير والخداع وسوء، مثل ببلادنا نعيش بالوسائل الإعلامية بكل مكان، سواء ضمن الأنظمة الملكية، الأنظمة الملكية أو الجمهورية أو شيء. يعني نعيش هالأشياء. بيقول: فقط الذي يستطيع أن يقابل الموت ويواجه الموت وجها لوجه من أجل الحرية والكرامة هو الحر الحقيقي. لأنه يا أخواني الحرية، والله نبهني إذا الوقت على الوقت لازم يكون خلاص. نعم، بقي للمغرب، وإذا ارتفع النداء الله أكبر فيجب أن يصمت كل إنسان، لكن إن شاء الله دقيقة ما يا شام يا شام يا أرض المحبين، هان الوفاء وما هان الوفاء فينا، إنا حملناك في الأضلاع عاطفة وصورة من فتون الحسن تسبينا، ماذا أصابك من أيدي الطغاة وما أصاب فيك وقد غبنا المؤاخين، في مخلب الظلم من أكبادنا مزق وفي النيوب بقايا من أمانينا، يا شام جرحك في قلبي أكابده دما سخيا وآلاما أفانينا، لا عاش فيك قرير العين طاغية ولا رأى الأمن يوما في مغانينا. والسلام عليكم. تكبير تكبير.
تكبير. رجاء من الإخوة لا ينصرفوا وأن يجلسوا إن شاء الله تعالى. جزا الله شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عصام العطار المناضل الكبير الذي عاهدناه وتعلمنا منه وما زلنا. أنا دون ما تقول بكثير بس في قضية لابد من تصحيحها. نعم تفضل. احلف لكم يمين إني مالي دكتور ولا بس أقول فأنا يا أخواني مالي دكتور. رحم الله شيخنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله ما كان معه الشهادة الورقة اللي مكتوب عليها الدكتوراه، ولكنه قال أعطينا الدكتوراه لخلق كثير ولم نأخذها نحن. ففي الحقيقة أستاذنا الدكتور عصام حفظه الله هو يحمل بين طياته وبين جوانبه يعني 100 دكتوراه أكثر من هذا أيضا. فلذلك أنا طبعا يعني لا أقول أنا منحته لأنني لا أستطيع من أكون أنا، ولكن منحناه جميعا هذه الدكتوراه. يكفي ما تعلمناه منه وكي، وهذا ما أريد أن أقف عنده. الإخوة، الأستاذ حفظه الله برغم كما قلت ويحمل بين جوانحه قلب الشباب وإن كان عنده سن الشيوخ، ولكن جزاه الله خيرا قطع المسافات وأتى إلينا، وهذه نقطة عتاب. ولذلك قلت لكم اصبروا علينا دقيقة أو دقيقتين قبل الأذان، ما زال إن شاء الله تعالى. احنا في كثير من الأحيان تكون هناك بعض الفاعليات التي نقوم بها لنصرة إخواننا في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في فلسطين، في غيرها، وللأسف نعرف بهذا ونؤكد على هذا وتكون الفاعلية قد جهز لها ونذهب. وأظن خير دليل على هذا السبت قبل الماضي أو الأحد قبل الماضي في الريمة بلتس، وكان عددنا في الحقيقة عدد مخزي. حينما ندعو الصحافة ونأتي بالآخرين ونقول لهم نحن أصحاب قضية وندافع من أجل قضيتنا ونريد أن نخضع على النظام الموجود في أن نؤكد على النظام الموجود في هذا البلد الذي نعيش فيه أن يضغط على هذه الأنظمة الظالمة التي يساندها، ولكن لا نجد أصحاب القضية لا يخرجون. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، والله يا إخواني الأمر ليس نافلة ولا تفضلا، وإنما هي دماء في أعناقنا وهو واجب علينا لا بد وأن نؤديه، هذا الذي نطمئن إليه ونلقى الله عز وجل به. قلنا مرارا وتكرارا دعوكم من أصحاب الفتاوي ذات البلاوي، علماء السلاطين، حكام الشرطة، دعونا من هؤلاء ومن فتاويهم، خلونا مع العلماء الثقات، مع مشايخنا الأكارم الذين قادونا في ميادين الحرية وبذلوا من أجل هذا قبل ذلك، بذلوا دماءهم وأرواحهم ومع ذلك ما زالوا. فأقل واجب بالله عليكم هؤلاء الذين يموتون في درعا وفي بنياس وحمص واللاذقية، في طرابلس ومصراتة وأبجدية وبنغازي، في اليمن هناك، في صنعاء وفي عدن وفي غيرها، هؤلاء الذين ماتوا في ساحة القصبة في تونس وفي ميدان التحرير وفي السويس وفي غيرها، هؤلاء بين يدي الله تبارك وتعالى سيقفون ونقف نحن. ماذا قدمنا لهم؟ هل ناصرناهم؟ أم نقف أمام ونجلس أمام شاشات الجزيرة وكل واحد منا يطأطئ أذنه ويسمع ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قتلوهم المساكين، وما أراد أن يضحي بشيء من وقته أو بشيء من جهده. ولذلك هذه أمانة نحملها لهؤلاء جميعا، ومن يسمعوننا والإخوة يقولون إن المسجد ممتلئ أيضا، هؤلاء الذين يسمعون الآن نقول لكم هذه أمانة، إذا قمنا بفاعلية من الفاعليات فلا بد وأن نشارك جميعا. قمنا قبل ذلك بفاعلية لإخواننا في ليبيا، وكذلك إخواننا في اليمن أمام السفارة القنصلية اليمنية، واليوم سوريا هي على السطح الآن، وإن كان الكل في الهم سواء ودماؤنا هي واحدة، دماء الأمة الحمد لله، وعما قريب سينتهي هذا الأمر إن شاء الله تعالى وستسقط هذه الأنظمة جميعا. وكما قلنا إذا كان زعيم العصابة والطاغوت الأكبر قد سقط فإن ما عداه إن شاء الله تعالى هين، ولكن بالصبر والثبات. ولا بد وأن تدركوا، كان أكرمنا الله عز وجل كما قلت وكنا في ميدان التحرير حينما كانت تأتي الجزيرة وتعرض
أنه كان هناك مسيرات في برلين، في فرانكفورت، في لندن، في أي مكان، ويرى الناس هذا فكانوا يزدادون قوة، يعلمون أنهم ليسوا وحدهم، وإنما هناك إخوان لهم ليسوا من بلدهم وفقط، وإنما جمعهم وإياهم الهم والحرقة. فلذلك كانت تقوى سواعدهم وتقوى عزائمهم. ولذلك أعلن عن بعض الأشياء، وكما قلت، من كان لديه الوقت فليبذل الوقت والجهد والمال، علّه يقف بين يدي الله فيقول: يا رب، هؤلاء ضحوا بدمائهم وأنا ضحيت بوقتي ومالي، وإن كنا كلنا يتمنى الشهادة ولم يتح لي هذا الأمر فهذا ما قدمته، ومن طلب الشهادة بصدق أعطاه الله، وإن مات على فراشي أعطاه الله إياها وبلغه منازل الشهداء، وإن مات على فراشه فنطلبها بصدق بأن نضحي بوقتنا وبجهدنا إن شاء الله تعالى.